السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عندك محاضرة وعايز تعمل عرض تقديمي او تعمل برزنتيشن، في اداة ممكن تساعدك اسمها سلايدز AI. انت بتديها الموضوع فهي بتبدأ تعمل لك شرايح، وبعد كده انت بتمسك شرايح شريحة تبدأ تشوف هل انت عايز تعدل على الموضوع او الكلام المكتوب او على الصور، لان هي كمان بتعمل صور. طيب هو ممكن تسطبها مع جوجل سلايد، ليك ان انت تعمل 3 عروض تقديمية مجانا وفي ثواني ومش محتاج اي حاجة خالص. انا طبعا خلصت الـ3 على طول. كل اللي عليك ان انت هتسطبها عندك، هتضاف جوه الاكستنشن او جوه الحاجات اللي ممكن جوه الادوات اللي موجوده الاضافيه اللي موجوده في السلايد، وبعد كده تختار الموضوع وهو يبدا ان هو ينشئه لك. سلايدز دوت نيو، عمل لك السلايدز، هتروح الاكستنشنز وهتلاقي هنا تقول له انا عايز اعمل جنريت سلايد او ماجيك رايت، وحدد بقى الموضوع وكم شريحة انت عايزها. تمام، دي طريقة ان انت تدخل التكست، انما في طريقة تانية ان انا اقول له بس الموضوع هيجيبها دلوقتي. بيقول اختار الشكل اللي انت عايز تعمل منه البرزنتيشن. تمام، مجرد بس ايه تدخل التكست، او الاختيار التاني في روم اتوبيك تختار الموضوع وهو يبدا يعمل لك البرزنتيشن. هو هنا عمل ايه، اداله نص كتير فهو قسمه على كذا شريحه، وكل شريحه اوتوماتيك بقى لها صور، وتقدر تعلم عليه صوره وتقول له لا اعمل لي صوره تانية غيرها. هو هنا مش بيدور في النت، هو هنا بيعمل لك صوره خاصه بالعرض التقديمي بتاعك. ده التكست اللي انت دخلته، هو قسمه على كذا شريحه بالأشكال المناسبة ليها. وبعد كده هيقول له ماجيك رايت، ويختار بس الموضوع اللي هو عايزه. بيسرع لك عملية عمل الشرايح التقديمية أو البرزنتيشن. ممكن حتى تخلي النص يكتبه بشات GPT وتقول له هنا بقى قسمولي على كذا شريحة. هنا بديك إمكانية إن أنت تسطب على طول. ممكن تديله النص ونوع البرزنتيشن هو يعمله لك، وبيدعم لغات كتيرة منها اللغة العربية، بيدعم 100 لغة. وممكن تقول مثلا عايز اقتباسات معينة فهو يجيب لك اقتباسات حسب الموضوع، عايز ايقونات معينة فيبدأ ان هو يدور لك عليها. اساسي يبقى كل شهر هيديك 3 بس، اللي هو بفلوس ب$10 في الشهر، في اعمال تجارية ب$20 في الشهر.